أعظم المصادر. أنا أنقل لك من مسند الإمام أحمد عزيزي، وكان مع الوقت مع الأسف الشديد أن الوقت لا يسع. انظر إلى هذه الرواية، وفي هذه الليلة بودي أن تراجع أنت عزيزي إلى الأسبوع القادم. يقول عن عثمان بن أول، انظر إلى السند، قال العلامة شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. فقال: أدعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. علمه كيف يدعو، ما قال له في صلاة الليل سأدعو لك، قال إذا أردت أن تدعو. علمه كيفية الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد، مو يا الله، الآن بينك وبين الله. الآن لو في مسجد رسول الله أحد قال: يا محمد ألا تضربونه على رأسه، تقولون له شرك. إذن رسول الله علمه شركا. ألا يضربونه، علمه شركا. قال: قل يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، إني توجهت بك، مو توجهت إلى الله، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي. التفت جيدا، هاي الرواية من قلها؟ هسه تقول لي ابن تيمية لا يقبل الرواية. أعزائي انظر، هذه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وليس عنه حديث ثابت إلا حديث أسألك وأتوجه إليك بنبيه. إذن يعتقد حديث ثابت، حديث ثابت. نعم، ابن تيمية وأتباع ابن تيمية عندما لم يجدوا مخرجا لذلك في السند قالوا أن هذا مختص بحياته ولا يجوز ماذا بعد مماته. السؤال: وهل يفرق في الشرك الأكبر بين أن يكون حيا وأن يكون ميتا؟ تقول من أين تقول يعبر عنه الشرك الأكبر؟ أنا ما أريد أستبق الأبحاث، يعني عندي دقيقتين فقط، دقيقة واحدة والتفصيل أقف عليه. انظروا أعزائي، أخي عزيزي أبو ناصر بيودي أن تراجع. يقول وأنه، التفتوا، فإن هذا من يقول؟ العلامة العثيمين أحد أعلام الوهابية يقول: فإن السؤال منه فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. إذا قال أحد ماذا؟ يا محمد. سؤال: تقولون ابن تيمية يقول مرتبط ماذا بحياته، وهل يفرق في الشرك بين أن يكون في حياته وأن يكون بعد مماته؟ إذن أعدك عزيزي، أعدك وبودي، أنا إنما طرحت البحث حتى في هذه الليلة أنت تطالع، وفي الأسبوع أسبوع كاملا تطالع وتراجع أهل العلم عندكم، بل تراجع المراجع الدينية، وتقول لهم ما هو تخريجكم لهذه الرواية الصحيحة السند. وحقك لا يجدون مخرجا لها إلا بتفريغها من محتواها.